إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلك هي التقوى عباد الله، التي يريدها منا ربنا جل وعلا، والتي كان يوصي المسلمون بعضهم بعضا بهذه التقوى، وهذه هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، هي الوقاية من الشر والعذاب، هي الموصلة إلى الخير والثواب. ومن رحمته جل وعلا أن بين لنا مراتب الخير والثواب، وحثنا عليها، وسهل لنا أسبابها وطرقها، وصف عباده المتقين بقيامهم بحقوقه وحقوق عباده، ونفى عنهم الإقامة على الذنوب والإصرار عليها. ذلك هو أمر الله جل وعلا، حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فالمتقون هم الملتزمون بطاعته، البعيدون عن معصيته. وحتى يصل الإنسان إلى التقوى، فلا بد له أن يعرف ما هي التقوى والوقاية. فتقوى الله تتحقق بجعل الوقاية بين العبد وبين نفسه، وبين عذاب الله جل وعلا، وبين غضب الله عز وجل، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، بأن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقد قال علي رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فمن الذي ينفعنا إذا متنا وصرنا إلى دار الحق؟ من الذي يصحبنا إلى قبورنا ويؤنس وحشتنا؟ ما الذي يمنع عنا عذاب الله؟ إنها والله التقوى، إنها والله رحمة الله عز وجل، ثم تقوى العبد لربه جل وعلا في حياته، والعمل الصالح الذي يقدمه لنفسه، والمتدبر لكتاب ربه جل وعلا وسنة نبيه، يدرك أن التقوى هي جماع وسبب لكل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، يراك الناس أو لا يرونك، إذا كنت في خلوة أو أمام أحد فتقواك لله عز وجل هي الرادعة وهي الآمرة، هي الرادعة عن كل شر، وهي المعينة لك على كل خير. تلك هي التقوى التي من رزقها رزق خيري الدنيا والآخرة، هي سبب لسعادة المؤمن، هي سبب لنجاته، وسبب لتفريج الكروب في الدنيا والآخرة. تلك هي التقوى التي أمرنا الله عز وجل بها، هي التي تجمع خيري الدنيا والآخرة لك يا عبد الله. فاستعن بالله عز وجل، ودع عنك بنيات الطريق. فهذا هو شهر رمضان الذي أمرنا الله عز وجل. هو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. في الدنيا والآخرة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. معية الله لك في الدنيا والآخرة بتقواك لله جل وعلا. والتقوى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي خوفك من الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالأولى في تعاملك مع ربك جل وعلا، والثانية في تعاملك مع نفسك: أتبع السيئة الحسنة تمحها. والثالثة في تعاملك مع الخلق: وخالق الناس بخلق حسن. بذلك تنجو في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المقربين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل رمضان عونا لنا على طاعتك، وسببا لمغفرتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل:
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا لهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم وذرياتنا في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. انصر به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، صحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. أغث اللهم قلوبنا بطاعتك، اللهم أغث قلوبنا بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك يا سميع الدعاء. نستغفرك اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وتقبل أعمالنا، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.